هذه لمعة. هذا إيش؟ لمعة. لمعة هاي سنغسورة. وهذا ديناصور. ديناصور اسمه. وهذا أبو صار. وهذا أريكم أصدقائي المصارعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حمود حب يلعب بألعاب المصارعة. احكي يا حمود ايش بدك تحكي؟ اليوم سأعرفكم على أصدقائي المصارعين. هذا بيك شو، هذا برو. انظر إلى هذه الوقفة. ماذا تفعل؟ أتريد أن تخبطني بيدك التي وراك؟ القوي لا يقفق على الحلبة، فقط الأقوياء. دهنا جنسينا يا هذا، تظن عضلك أكبر مني. انظر إلى الباي، انظر انظر. طب أنا يا باي، انظروا كيف أنتم. قارنوا في التعليقات من الباي تاعته أكبر، جنسينا أم سيفن جوبس. الآن سيتحدون بوكس على بوكس، من سيصمت؟ أنا جون سينا أصمد على حتى على أي بوكس تعطيني إياه. خذ هذا يا هذا. سأتحمل. خذ هذا البوكس الذي لم تستطيع صده يا هذا. كيف تضربني بقدمك؟ نحن قلنا في اليد فقط. أحكم حكم احكم بيننا، والآن سيحكم المصارع بينهم. أنت تختال، خذ هذا البوكس. جون سينا يخسر لأنه غش في اللعبة. والآن سنكمل المباريات مع اللاعب الثاني، هيا بنا. الآن سنتحدى بوكس قدام بوكس، والآن البوكس الأول للاعب الجديد. إنه قوي جدا، لن أصدق. وإذا نقول لك بدأت عليكم الحرب يا أهل الأرض، وإلا تدفع لنا 3 أبقار
أو بقرة وجه مسكين. وإذا لم تصل خلال ربع ساعة سأحرمك. أحضر لهم التيراناسور إنهم لم يحضروها منذ يومين. أين التيراناسور الكبير؟ سنحضره بالطائرة. خذ معه الأطفال. خذ أطفال. نريد أن نلقوه بسرعة في النينجا. اذهب. الحرب ستبدأ وكل الحيوانات مجتمعة والتيراناسورات تنزل سفينة فضائية.